صباح النور عليكم الغزالات ديالي، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحتكم 5 كما العاده. اليوم اختي مع فلوغ جديد. يا اختي هاد النهار غندير لكم فلوغ. الصراحه شحال هادي ما درت هاد لي فلوغ بحال هكا. اليوم ان شاء الله دايرين واحد الخريجه، جينا المنتزه ديال تزكى نتاع شعبه الايايل، ندوزو النهار هنايا. شحال هادي ما خرجت، يعني النهار كامل من الصباح حتى العشيه. اليوم الحد، راكم عارفين المنتزهات كيكونوا الليل تحت باب ودير عامرين. طلعنا لهذا هنايا ندوزو النهار ان شاء الله. توحشنا الصراحه نديرو شي طويجن هكا على الشوايه، نديرو شي شوايه، نديرو غياتيه. الاجواء كتكون زوينه بزاف صراحه، كانوا غادي يخرجوا غير الدراري بيناتهم، حكيم وعاشق وتوفيق، وقلت له غنمشي معاكم ضروري. انا شحال هادي ما خرجت هاد الخرجات، والصراحه توحشت هاد الجليسه. يعني بحال هكا انا فاش كنكون في وسط هكا يكونوا معايا زعما الدراري بزاف ما كنخافش، فاش كنكون غير هكا بوحدي انا وعاشق، واخا هو كيقول لي زعما انا راه معاك ما تخافيش، انا هكا دايره، انا خوافه. يعني كيعجبني يكونوا الناس بزاف، يكون ليفيكتيف باش كناخذ راحتي. مثلا دابا هاد النهار باغيين يديروا واحد الطراجي مثلا يمشيو في هاد الغابه هادي، دابا نبارطاجيها معاكم. انا هكا كيعجبني يكونوا بزاف، داكشي فيا وصافي. راكم عارفين البنات حنا خوافات. ايوا المهم هذا ما كان. دابا راه 10 ديال الصباح، خرجنا مع التسعود والطريق شويه مدقدقه محفره، راهم كيصلحوها، داكشي علاش تعطلنا شويه. المهم شدينا بليصه ديالنا لهيها، هما راهم كينقلوا داكشي من الطوموبيل. جبنا الطويجن ديالنا، خضيره الفاخر، نديرو شويه ديالنا، نديرو شويه ديال الدجاج غياتيه. المهم هانتوما تعيشوا معايا الاجواء ان شاء الله كامله. دابا غادي نوجدوا الفطور، انا غادي نحط لهم هنايا، نوجد لهم فطور فوق الطبله، وما يشعلوا العافيه وصيبوا لينا اتاي. وجبنا اكيد الكيطاره باش نتوانسوا، وان شاء الله النهار غادي يدوز مزيون وانا نفوجو حتى نتوما تفوجوا معايا. الحمد لله على هاد الشتي واللي طاحت، والله الا الجو ولا عرفتوا ما نقول لكم. شواعر شوفوا الخضوريه ما شاء الله بدات كتطلع، الله يعطينا الشتي وعلى قد النفع يا ربي ان شاء الله. وها نتوما معايا في هذا الفلوق. يديروا كيفنا صحراء بلاد الرملة، صحراء بلاد الزمرة. يا صبري صبري يا ليلي تيفرج ربي، يا صبري 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 انا زي فراج ربي. ترددد ترددد ترددد
تشكي كنت تهمي وها عييت فيك نساعف حتى رايت الفواح لعبوا بك وبيا السلعة ناقصة وها كيما بكيتيني اليوم قعدتيني نهموم صبري صبري يا ليلي تيفرج ربي صبري صبري يا تيفرج ربي Thank you.
winding rain. You're some kind of butterfly. انت اختي هواو الطواجن ديالنا ما شاء الله عرفتو الطياب ديال توفيق ما كيدير حتى قطره ديال الماء وكيقول لك ما تحليش الطاجين. المهم دابا ما كاينش داكشي اش حليته باش نوريكم. هذه الغيات هي باقي ما شوها لي مزيان باش ندقها. ايوا صافي هذه الطبيله ديالنا والاجواء عرفتو رائعه وتوفيق كيحطب. عمر الحب صايب عليك سقسيني راني مجرى هيا يا ونعود انا السبب. سي سير ورينا الطاجين. لا عطاك الله الصحة مافيش كاع الما. معايا هالطبيعة شحال زوينة كتحمق. حنا خليناهم للناس كلشي جالسين اللي هي راه كاينين عائلة جو وماشيين في الطريق هادي. كيوريني عاشقي الحفاري شوفوا قداش ديال الحلوف قال لي كيطلع في الليل عرفتو. جو غزال صراحة والله إلا فاش كتنخرجو لهاد البلايص بحال هاد والله إلا الواحد كينسى الهموم كيعيش الحياة ديال لا ناتور. كي جاتك عاشق خريجة زوينة شحال هادي ما خرجنا هكا بزاف هنا في جيتي تال هنا قبيلة قلتي واحد الدار بصح جات لهنا كيقولنا واحد الدار قديمة غنوريكم. الله شوف داك الديور القدامين ديال العواد وحجرة رايبة ما عاد تبنات هذه مراه وتاع مفتوحة هنا فيها دار كنز. نشوف واش كاين شي كنز هنايا. الا شوفو كي دايره انا كنخاف انا ولا اكبر خوافه هي انا. لا شوفو كي دايره من داخل نخليه شوفي انا خوافه. هادي تفكر في الكودرون ديالي انا شي بغيت نقول لك هنايا شحال عاشق هذا هادشي قديم العهد الاستعمار باينه باينه مع هاد الاستعمار. صراحه كنت باغا نجيب معايا ازار وقالوا لي البرد عليه ما خلاتنيش ماما قالت لي البرد عليه وتا عاشق قال لي البرد. صافي فاش جينا لقينا الشميشه والله الا ندمت لي ما جبتوش. ما كاينش انا لابسه هاد التريكو هكا بالكول جاني المود ديال الصاد. قال لي عاشق ما تلبسيش هاديك الصاد. قلت له انا راكم عارفني انا مبراد اختي كيقتلني البرد. قلت له والو غادي نلبس تريكو ساعة الصهد. والله الا ندمت لي ما جبتش مسيكان ازر كيعجبو الجو هكا فاش كيخرج وخا زعما صغيور تقولوا ما كيعرفش والله الا كيعرفوا الدراري الصغار وكيحسوا. سمعت البومة ياك البومة اللي كدير هكا يلا الطاجين غيكون طاب. ها الطريق خرجنا للطريق وحنايا جالسين لهيها. شوفوا هاد الطبيلات هادو دابا نعاد الاستعمار. هادوك ديال الخشب جدادين عاشق بحال دابا هاديك جديده ياك. وهادو شوف جلسة ولكن عرفتي جايبين داكشي عبار كي غتجلس تاكل ما تجي لها معذب لا والو. هنا شي حنش انا واش كنعرف شي يدك
شي انتيا دير مغرب 27 شوفوا الشطحة الشطحة حصني ديروا ديروا النية المغاربة تزعلوا تيستيو لي غير على هاد الطبسيل ديال الديسير ديال توفيق هانتوما اختي ها الكاكي ها الكيوي ها التفاح ها البنان ها الاناناس الله يخلف على توفيق ونزيدكم الموناضه ديال حكيم والشكلاط يلا والزريقه قول الله صافي البنان صح ما شفتوش ها الشكلاط ديال توفيق ها هو توفيق يلا مازال انا نزلت الزريقه ديالي حكيم دابا حكيم ها انتم جاب لنا الزريقه كليناها واش بثلاثه ها انتم الزريعه ثلاثه القراعيد المناضه المهم حنا عمرنا نموتوا صافي ها هي يلا مازال ثالثه هي هي دابا شي جبتي لنا نتايا اه المناضه الزريعه جيت انا كوكو انا صوري انا شنو جبت عاشق شوفوا عاشق جاب لهم 12 الخبزه وربعة الباكيطات ها ونسيتكم كليمانتي مازال جاب لنا توفيق ها هو ما لقيناش فين غادي نحطوه جاب لهم 4 كيلو ها هو جبت لهم الدجاج هو الاول مشرمل ساعة مبغاش يديروا توفيق كامل وجبت لهم الحيمة باش درنا الطواجن واعر الطاجين غزال ايوا صافي الخير في المساعدة اشو توفيق ها هما كيضيعوا لنا الديكور ديال الطبسيح قادو بعد على داك الطبسيح واش كتحادي من انت فيك الرجاي فوق كتحادي الطبسيح ايران الغدا ديالنا وجد والله الا زعما هاد الطبله الواحد الا بغى يوجدها في الدار ما طلعلوش اتوفيق هاد الطبله الا بغى الواحد يوجدها في الدار ما طلعش ما طلعش بحال ولاني كلشي على هاد الطبسيل ديال الديسير هنا 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 بسمه غادي تطيح لي بطاطا باش تخليها يلا واحد جوج ثلاثه عطاكم الله الصحه صافي بركه الصحه والراحه غنطلعوا الجبل ديال بوهدلي نورمالمون كيبان من الجهه الاخرى ديال هو راه في الراس الفوق فاش نطلع الفوق غنصور لكم هذه البلاصه هذه المسافه اللي غادي نطلعوا كنا جالسين الفوق قال لك شنو ما ندير شنو نديروا باقي الحال يلا نمشيو نطلعوا للجبل ديال بوهدلي هو راه شنو نقول لكم الطريق راه طويل انا ديجا طلعت له زعما بزاف اللي ما كيقدرش يتمشى راه بزاف زيدوا مع هذا البرد بحال غادي دابا غادي نسخنوا المهم غادي نطلعوا مع هذه الطريق هذه حتى نوصلوا ونصور لكم هنايا المناظر كيفاش كيبان الجبل شوفوا توفيق وحكيم فين راهو صحابو راهم لهيها شوفوا كيهضروا من لهيه كيهضروا من لهيها معاهم لهنايا شوفوا شوفوا هما فين وحنايا عرفتوا فين بعادين عليهم كيهضروا وزيدوا تمشاو شحال شحال ديال الطريق شي نص ساعه ولا ساعه
طالعين باش تشوفينا حنا 5 دقائق كيف ما طلع نبانو لك طالعين طلع كي لابطا دغيا اخيرا نديرو لهم هنايا بعد هاد الكياس ما كانش لا ما كانش ما كانش الطريق واسع هو غيطيح حتى ما غيبقى لا كياس لا كياس ولا يحسسوا بالبرد هنا اكثر من الفوق مزال سند البرد غادي نطلعوا له نيشان حنا من الناس سيدي ربي شوفوا بابو دير بقى لهيه هذيك الغيام اللي كيبان لتحت عرفتوا شحال طلعنا راه كانت كتبان الطريق ولكن احنا قربنا قربنا خرجوا لفوق الجبل ولكن عرفتوا راه ما يمكنش سخفنا عاشق امبوسي قلنا نلبسوا الجواك دوك لبسناهم وكان متنا كاع شوفوا واحد الغار شوفوا واو بعد هما اللي كنخافوا منهم في الثلج كيكونوا مسقفين راه يدك راه يدك غارقه ايوا ما كتبانش فين لا 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 طاح شي واحد هادو ما علاش كنقول لك كيف صعيب هنا ما كنطلعش ما كيبانوش كلشي مغطي كنحط رجلك يا بط حكيم سخف جاب الكرسي ديالو جاب كيرتاح ما كتكونش شوفوا توفيق شنو الصباح هو مسكين جالس هنايا جاب واش نرسم وشوفوا كيتامل فيها مسكين هانتو اجي شوف شنو نرسم اجي توفيق اوكي غني عاد عليا شوف شوف الطريق كي كتبان راهم دابا كيبانوا ديك المخيمات شوف فين كيبانوا شحال بعادين الله اختي الا بغيتي تطلعي فهاد الجبل هذا خاصني عندك يكون عندك القلب صحيح قلت العاشق قلبي حرقني وهي ريتي حرقتني حيت شحال هادي ما تمشيت صراحه بزاف راه مني كنت حامله ما تمشيت هاد الجبل هذا طلعت مره وحده وهادي مره ثانيه ما يمكنش عرفتو راه بعيد بزاف شوفوا شوفوا لتحت كي كيبان الجبل قربنا نوصلو له احنا خرجنا فيه شوف ولكن مازال نضربوا الطريق باش نوصلوا له ناري شحال بعيد شوفوا لتحت نقلب لكم كاميرا هذاك الجلسه د الماء اللي وريتكم من لتحت شوفوا من هنا كي كيبان دابا نورمالمون ملي نوصل للجبل هذوك المخيمات خصهم يبقاو يبانوا لي صغارين والجبل ها هو شوفوا قداش شوف داير هادشي كان الاولى عامره الطريق كيفاش كتبان لتحت هاد الشجر هذا زوين هذا اللي كيبان هنايا صح الضبابه ما كيبانليش مزيان في التليفون الكره كبيره اللي شفنا ها نتوما دابا انا كنصور لكم خطوه بخطوه هنايا قربنا نوصل غير كملي ها توفيق طالع الله نقدر نطلع شوفوا فين غادي نطلعوا دابا غير هكا نقطع عينيك الحجر واخا تحنيش شويه معليش ما تخافش عاشق لا بحيت انا مجرد عاد هذا الحجر كيزلق واه ما تخافش شوف نطلع عليه شكرا حطوا في قزنا الديسير الله حالي طالعين في الدروج دابا كي كنت الثلج طايح وقال الدروج لا صعيب فوقاش القصه ديال الثلج صعيبه صراحه هنا ما كيطيحش داك الثلج الرطب هنا داخل في القاص اللي كيزول الناس طالعين بالبيكياس حنا طالعين هاك نورمالمون خاص لي بيكي والله الا كنطلعوا غير هاك غادي نمشيو نشريوهم ان شاء الله قلت العاشق ما نبقاوش نجلسوا معكم يجيبوا لي ديالي كل حد ان شاء الله نبقاو نديروا شي خريجه شي بلاصه فهاد الجو هذا كيكونوا خريجات زوينين يلا عاشق شكون داير العوي فيها شي مشى غزاله غد خليها انا غادي نختصر طريقي منها منين طلع توفيق اش منا منين قول والله انا غادي نطلع فيها برافو عليك وعيني انا نطلع الله
برافو عليك. ها اوكي سلكتي راسك. ركز خفتي. عييت والله. انا بغيت نطلع هنا اكثر من نطلع عليه. هاك هاك. هاي نصور الديكور. هاك هاك. شو كديري مازوط؟ عرفتي شحال بارد؟ راجع سي دابا لقيتونا وصلنا للقمه ديال الجبل. شوفوا الشمس فين كتبان، كتمشي كتغرب الشميشه، عرفتوا واحد المنظر ما نقول لكمش كي داير. المهم ما طلعنا حتى سخفنا، ولكن صراحه يستاهل زعما العناء الطلعه هذه. شوفوا معايا لتحت، شوفوا شوفوا شحال شحال ديال العلو. شوفوا انا فين جالس، ها شوفي البطاقه التعريفيه ديالي. الغروب الغروب اسمع، عرفتي شحال نطيح هضرت مع هذا الحجر فاش كنت طالعه. اه الغروب واه واعر، شوفوا الغروب، شوفوا واعر، منظر رائع. ها انتوما اقليم تازه جبل بوهدلي، شوفوا العلو ديالو شحال 1828 متر. دابا هادي اللي طلعنا علو، شوفوا عاشق مع الغروب. اختي كنتمنى انه الفيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم، تكون خفيفه على قلبكم كما العاده. شكرا لكم على المتابعه، ما تنساونيش بواحد جيم بارطاج مع الاصدقاء ديالكم باش تكبر العائله ديالنا. شي كومونتير مزيون بحالكم، مع فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو في راسكم.